رجعنا لكم ومكملين حلقتنا مع النجمة أصالة. أصالة، هنرجع للتصريحات. قلتي عنه الاسم ده ما يستهونيش، لا على الصعيد الشخصي ولا الفني. ايه؟ مين؟ مين قلت هيك مؤخرا؟ صح؟ بعتقد زياد رحباني. ايه، خلينا نشوف الصورة. ايه، الصورة فعلا 4 حزيرات حذرتهم. ما شاء الله، فعلا زياد الرحباني. شفتي شو ذكية؟ ايه صحيح. يعني مش خايفة تقولي على ليه بدي خاف؟ لا يعني قيمة فنية زياد الرحباني. أنا بحس بالعكس، هو بيزيدها لأنه يعني مستقوي. الله يحفظ والدته، بس والدته هي والدتنا كلنا. طب شخصيا ليه؟ أنا ما يعني عموما ما لي علاقة بالشخصيات المستهترة. ما بحب الأشخاص اللي بيقولوا إنه الفن فيه هيك بوهيمية واستهتار، وأنا أقول اللي بدي وسب مين ما بدي وأطلع مدري مين وأمس فوق بالورد الجمهور. ما بحب هاي التصرفات. أنا يعني ما بحب الهمجية بالفن، ما بحب القسوة بالفن، ما بحب أشخاص إنه والله أنا بقول اللي بدي أو بالطريقة القاسية، وأنا إذا ضايقتوني بشكيكم لأمي. لا يعني ما بتصير هيك. أمك أمنا، يعني فيروز هي حبيبة الجميع وأم الجميع، فما بتصير أنت تكون مغالي بآرائك أو بطريقتك أو بلقاءاتك وتستند على تاريخ نحن كلنا مستندين عليه، لأنه إذا أنت ابنة ونحن كمان ولادها، فأنت بدك تدير بالك على حالك. فأنا يمكن لو أعجبت بشخصيته، على فكرة هذا مو من لقاء واحد، أنا رأيي فيه هيك من زمان. ما بحب الشخصيات المستهترة عموما اللي بتحكي باستهتار وبتتصرف باستهتار، وخصوصا بالمجال الفني، لأنه هو أنا من وجهة نظري مش مرتبطين ببعض إطلاقا بل متنافرين. الفن كتير له علاقة، حتى الجرأة لازم تكون مهذبة، لازم يكون في إلها حدود وإلها قوانينها. طب فنيا بس خلصت. شخصيا أوكي، بس فنيا يعني ما كانش في مشروع تعاون بينكم أو لخاء؟ أحلى منه بكتير. لا لا، ما كان، يعني ما كان عندي رغبة. يعني أعماله كلها مش عاجباكي؟ لا مش كلها، في شوية أغاني لأمي اللي هي كمان صادف كانت أمه فيروز. طبعا فيروز طبعا من ألحانه بحبها، بس يعني أنا لأني بحب فيروز أصلا. خلينا نشوف.